برحب بحضراتكم مرة أخرى في رأي عام ونبدأ فقرتنا الإخبارية. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في قمة تجمع دول الفيشجراد في المجر، وقال إن هذا الاجتماع تضمن بحث أزمات الشرق الأوسط خصوصا في سوريا وليبيا واليمن والعراق ومساعي إيجاد حلول سلمية لهذه الأزمات. في نفس الاجتماع قال رئيس وزراء التشيك إن قمة تجمع الفيشجراد شارك فيها ضيف خاص هذه السنة هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إنه سعيد لمشاركة مصر لأنها دولة لها دور كبير في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية. رئيسة وزراء بولندا قالت أنها سعيدة بحضور الرئيس السيسي إلى القمة، وأن مصر شريك أساسي ومهم في الإشراف ومنع الهجرة غير الشرعية، وأن الأجهزة الأمنية المصرية أوقفت بشكل ناجح الهجرة غير الشرعية ولابد من مساعدتها في هذا المجال.